بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونلتقيكم في برنامج دروس رمضانية. اليوم ننقل إليكم حيثيات درس تفسير القرآن الكريم هنا من مسجد شهداء أحد، حيث يدرس فضيلة الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان. نتمنى لكم متابعة طيبة مع هذا الدرس الشيق. الله سبحانه وتعالى يقول: كتب أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت، أي أسباب الموت. إذا حضر أحدكم أسباب الموت، لأن الموت له أسباب كالأمراض الشديدة والجراحات التي يظن منها الموت عادة، معناته في أسباب بتاع موت. مثلا إنسان صدمته سيارة وقاعد في شدة بين الموت وبين الحياة، ده سبب من أسباب الموت. وفي أمراض العادة ينشأ منها الموت، في العادة كده في أمراض 90% إذا كان واحد مرض من هذا النوع هيكون سبب الموت، أو شدة الموت، شدة المرض كذلك. إنسان أصابه شدة مرض، كل من زاره يقول: والله فلان هذا الله يعطيه العافية. لماذا؟ أنا قاعد كده في سكرات الموت. إذا الله سبحانه وتعالى يقول: كتب أي فرض عليكم إذا حضر أحدكم أسباب الموت إن ترك خيرا إن ترك مالا. الوصية بمعنى مرفوع بكتب، أي كتب الوصية أصلا، كتب الوصية. متعلق إذا إن كانت ظرفية، ودال على جوابها إن كانت شرطية، وجواب إن أي فليوصي، بمعنى إذا حضر أحدكم أسباب الموت فليوصي. فليوصي. إذن هنا الوصية مندوبة، الوصية في حد ذاتها كده مندوبة وليست بواجبة، هي من أعمال البر، من أعمال البر. الواحد في الحياة يوصي: إذا كان أنا مت آمل كذا وآمل كذا وآطو فلان كذا مثلا، وأبنوا لي مسجد واحفروا لي بير وآطوا فلان كذا وآطوا كفلان كذا، سواء من الأقارب سواء من الأبائد، لكن لا يدخل في الوارث، لا وصية لوارث. فلذلك هذه الآية منسوقة، بمعنى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغني. حقا أي مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله على المتقين الله، وهذا منسوخ بآية الميراث وبالحديث لا وصية لوارث. وآية الميراث: أعطت كل ذي حق حقه. إذن في بداية الإسلام كانت الوصية واجبة قبل ما الله سبحانه وتعالى يقسم الميراث، لكن بعد تقسيم الميراث للأبناء، للبنات، للزوجة، للإخوان، للأخوات، للأم، للأب، وبعض الأنواع فصلت في كتب الميراث وبينها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن
الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال لا وصية لوارث، بعد كل واحد خلاص الله سبحانه وتعالى أعطاه حقه. هنا قال لا يزيد على الثلث، الوصية لا تزيد على ثلث مال الموصي، بمعنى واحد عنده مثلا ماله النقد قروش، مثلا عنده بقر، عنده غنم، عنده بيوت، عنده أساس في البيت، بعد الموت هذا المال كله يجمع ويقوم، مثلا بقي 300,000، 300 مليون، 3 مليار، نأخذ منه الثلث. إذن الوصية تدخل في الثلث. عشان كده الإنسان لا يزيد على الثلث. إذا كان قال أعمل لي مسجد مثلا، أحفر لي بير، أعطوا فلان وفلانة كذا، أعطوا المساكين، أعطوا الفقراء كذا، أعملوا كذا، أبنوا مدرسة مثلا، خلاص الكلام ده كله نجمعه ونشوفه القيمة. أقل من الثلث تنفس، زيادة من الثلث يسأل الوراث، الوارثين دين نسألهم، ها هو أخوكم، أبوكم، زوجتكم قالت كده أو قال كده. والثلث هذا اللي ربنا سبحانه وتعالى معناته أجاز للإنسان اللي بيوصي هيوصي، لكن ده زاد نسوي كيف؟ ندو ولا ما ندو؟ نقول لا ما تدو، خلاص يقف كده. أدو كم؟ بقي نصف، أدو ما واحد، كلهم نجمعهم. أه؟ رأيك شنو؟ رأيك شنو؟ رأيك شنو؟ لا أنا ما في، خلاص أنت لا، أنت لا، أنت نعم، تمام، أنت نعم، أنت لا، أنت نعم، أنت لا، نشوف الناس النعم دين ننقص منهم. إذا كان في الثلث وقفنا كل واحد بيلقى كم، وإذا كان نفذنا النصف ولا أكثر من الثلث ده، ده لو قسمنا كل واحد بيجي كم، بيجي كده، اللي قال نعم ينقص منه واللي قال لا يعطوا حقه. شوف الشريعة عدالة. لكن الوصية شبه في هذه الأزمنة بقت ما فيها، كان ما فيها بس كثير من الناس يموتوا، لكن واحد كخدت وصية، أنا لو مت أقل شيء تقول مثلا إخواني وأخواتي اللي هم ما بيورثوا طالما أولادي موجودين هما يرجو حاجة، يلا 50 مليون طلعوه، 100 مليون طلعوه، 300 مليون. اليوم الناس مالكين كم؟ الناس 10 مليار، 20 مليار، 30 مليار، ده لو مالك كده قول 500 مليون مثلا، قول لهم العشر 50 مليون، والباقي خلي ألقى لأولادي وزوجاتي وأبي وأمي وخلاص كان قاعدين يكفي. ليه؟ لأن شوفوا في العادة إذا كان واحد مات وما عنده شيء كثير الناس ما بيهتموا به، يقول لا والله ده خلاص أدوا للأولاد، نحن دين لا خلاص نساعدهم مش نشيل منهم. لو ماتوا حاسبوا اليوم مشينا حسبنا مالنا فلان لقينا 2 مليار بالقروش وبالبيوت وبالعربات وبالزراعة وبكذا، أول إنسان الدائر وبيسمع كده وبينتظر ينتوني حاجة ده إلا الأقارب الما بورسوا دي، أختك قاعدة، أخوك قايد، إمك قايد، إمتك قاعدة، ما ديل هم أقرب لك، ولد أخوك، ولد أختك أقرب لك. الرسول عليه الصلاة والسلام فالأقرب فالأقرب وآتي ذا القربى حقه. إذن ده الآن نقوله ممكن الوصية 5% موجودة، لكن السلف الصالح نادر من لا يوصي، نادر من لا يوصي، لأنهم بيعرفوا كده إيه، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. زي عبد الله بن عمر بن الخطاب كل ما حينام تحت الوسادة
يكتب وصيته وخطها من تحت الوسادة، ربما أنا أموت لو قالوا بعد مات. لقوا كلام كثير مكتوب. نحن الآن بنخاف الموت، ما دايرين موت كده في عضلنا ولا واحد يسمعنا، نقول لسه بس لسه. إذن الوصية ناس تكون من الثلث، كان زادت من الثلث إلا برضا الوراث. الناس بيقولوا الآن المسلمين قلة منهم من يزكي، قلة منهم من يزكي. لو كل المسلمين هيزكوا زي ما ربنا سبحانه وتعالى فرض على كل واحد عنده مال قروش مثلا بقر غنم كذا هيزكي، ما نقول ما في فقراء في أوساط المسلمين، ولكن يكون يقل للفقراء، يقل الفقراء. شوف المليار 25 مليون مثلا، 10 مليار 250 مليون، 250 لو أكيد زول بزكي أقرباء وكذا أقرب له الناس، زول يكون فقري ما في، أخته ما تكون فقيرة، أخوه ما يكون فقير، عمه ما يكون فقير، خالته ما تكون فقيرة، وأمه كمان القعدة، وأبوه لو موجود، ديل ما يدهم الفين الزكاة. على حسب بعض قول الملكية الوالدين لا، لأن لو أغنياء ما بدهم، لو فقراء كمان أنت المسؤول عنه. ليه بس أنت تقول إلا أبوك ذاته وأمك تنتم من الميراث، بل من اللي اسمه إيه ومن الزكاة. بس أمك أول حاجة، أبوك حاك 10 مليون 20 مليون، خلي يدخل لك يوميا شهريا عشان هيكون كده. إلا ينتظر أبوه يموت ولا ولده يموت ولا كذا، هذا ما يجي. إذن في بخل كبير، في بخل كبير جدا. أقل من الوصي من الوصية، بمعنى الوصية وصى مثلا حاجة بتاع 100 مليون، لكن لما جينا في الثلث لقينا الثلث 60 مليون 50 مليون، ما نسأل الورثة يا ورثة يا هو أخوكم أو قريبكم ده وصى ووصيته دي وصلت إلى 100 مليون مثلا وثلث 60، رضيتوا ننفذ، ما رضيتوا نحن ننفذ 60. قال ابن مسجد بتاع 100 مليون فضل 60 وزول كرضي بزيادة ما في، نبني له مسجد بتاع 60 مليون خلاص، لأن ده حق دخل في حق الآخرين، الثلثين ده ما حقه. شوف الإسلام أدى شوف فسحة كبيرة للواحد، ثلث المال ده أنت في حياتك ده ما على كيفك، لكن بعد الموت لو عندك وصية ثلث ده كله ينفذه. لذلك بعض الدول من المسلمين تلقى بيعمل أوقاف في حياته قبل ما يموت كده، يعمل أوقاف خيرات، يبني بيوت يبني مدارس يبني كذا في حياته، ودائر يمشي القيامة أيضا يريد بيقول أنا لو موت مش تمرض قبل، لا في الصحة بس، لأن ما معروف تكون هناك اللي يكون الموت فجأة، اكتب أنا لو موت خلاص معروف بعد 20 سنة لو موت أو 30 سنة أو 5 سنة أو سنة يلقوه مكتوب تنفذه. ايوه ما هو سامح ما حقه، ده الوراث ما عندهم حق في حياته، قال انا سامحت كل الديون خلاص ما عندكم حق، اخر ثاني تفتشوه. ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف اي بالعدل لا يزيد على الثلث حقا على المتقين، وقلنا هذه الايه منسوقة بآية الميراث وبالحديث لا وصية لوالد. فمن بدله بعدما سمعه الإيصاء من شاهد أو وصي، بعد ما أنت شحت الناس دول فلان يلا تعال فلان فلان تعالوا أنا داير نشيدكم لو أنا مت أعملوا كذا كذا، دي وصيتي. الشهود لما جوا بدلوا أول وصي
فلان انت وصي، كان انا متدى انت بس وصي، مسؤول باولادي وباموالي، ده بسموه ليه الوصي. سواء الشهود سواء الوصي بدل الوصية بعدما سمعه اي علمه، فانما اسمه اي اسم الايصاء المبدل على الذين يبدلونه في إقامة الظاهر مقام المضمر. بمعنى الاسم على الجماعة اللي بيبدلوا للوصية دي، سواء من شهود أو سواء من وصية. إنت قال لك أنطي طنطي، سميت قول الكلام ده صحيح، فلان أشهدنا وقال لنا لو أنا مت سودة سودة سودة. ما إنت ليه بس إيه تحسد على الناس اللي قالوا لهم ينطوهم؟ تمامك ما مالك تؤدي الشهادة ولا تكتم الشهادة. شهادة أديها كما سمعتها. إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ربنا يقول خلاص الوصية واحد وصى، وقلنا الوصية لا تكون للورثة، للناس الما بيورثوا. فمن خاف من موص مخففا ومثقلا، موص وموص جنفا ميلا عن الحق خطأ. الزول اللي موصي ده صاحب المال اللي هو وصى حصل فيه خطأ في الوصية، بمعنى كيف زاد عن الثلث، الوصية زاد عن الثلث خطأ من صاحب المال، لأنه ربما ما يعرف ليه الحكم، أو قال يا أخي أنا خليت لهم ده ما كثير، ولو نصف كل خليه يقسموه النصف كمان هم إيه يورثوا. إذن ده خطأ في الإيه في الوصية. إذن أنت جيت لقيت الوصية بهذه الكيفية، الله قال فأصلح بينهم جنفا خطأ أو إثما بأن تعمد بزيادة على الثلث أو تخصيص غنيم مثلا. بمعنى صاحب المال إما أخطأ في الوصية إما تعمد في الوصية، بعرفه بس يقول شريك على الثلث لكن أنا نزيد من الثلث، أو خصص الأغنياء والفقراء ما أنتم، ده خطأ وتعمد. التجيد فأصلح بينهم بين الموصي والموصى له بالعدل، ربنا قال فلا إثم عليه في ذلك، بل أنت عدلت طالما عدلت لك الثواب. قلت يا ناس تعالوا الشيء اللي حصل ده خطأ، خطأ كيف؟ ما أنا قال لي يدوني 50,000 وأنا يدوني مليون، ما خلاص ما بتلقى المليون وإنت ما بتلقى 50 وده ما يلقى 20 وما يلقى مليونين، ماله؟ ما هو أدانا كيف تظلمونا؟ لا هنا جينا حسبنا ووجدنا الوصية زادت من الايه ثلث، لابد أن نعدل بينكم وبين الإنسان الايه الموصي. ها كيف شغل هسه حسبنا ده كل واحد ينقص منه 20% 15% 30%، ها ده حق الشرع. شوف عدالة ما عدالة، ولا تجي انت كمان زادت تقول لا يا ناس هو صاحب المال وهو أوصى بذلك أن ننفذ بس ما لمانا، لا عادل الله ما قال الكلام ده، والورثة ما قاعدين هو ما راضين بالكلام ده، انت تعال وعادل بيناتهم. فأصلح بينهم فلا إثم عليه في ذلك إن الله غفور رحيم. إذن هنا غفور رحيم في ذلك، يغفر للموصي اللي هو أخطأ أو تعمد، وكذلك لمن عدل جلق فيه جور وعدل، كذلك الله سبحانه وتعالى غفور رحيم لكل واحد منهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا قال فرض عليكم الصيام
مثل ما فرض على الذين من قبلكم من الأمم السابقة. إذا من هنا نعلم بكون الأمم السابقة كل عندهم إيه؟ صيام. الله فرض لهم صيام ونحن كل الله فرض لنا إيه؟ الصيام ده. إذا الله سبحانه وتعالى فرض على الأمم على أنبيائهم من آدم إلى نبينا، لكن لا كصومنا من كل جهة، فالتشبيه في الفرضية لا الكيفية، والثواب وحكمة ذكر التشبيه التأكيد في الأمر والتسلي بمن قبلنا، لأن في الصوم نوع صعوبة. شوفوا المفسر بيقول ربنا فرض الصيام على الأمم السابقة من أبينا آدم إلى سيدنا عيسى، وفرض على أمة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قاعدين نصوم. لكن هل الكيفية نفس الكيفية؟ الله أعلم كيفية الصوم حقهم كيف. هل هو وصال زي بتاع سيدنا موسى عليه السلام 30 يوما، بعد كده يبتان 10 يوم، ها 40، تم 40 يوم لا أكل ولا شراب ليلا ونهارا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصوم 2 و3 وما يأكل وما يشرب، ده برا من رمضان، برا من رمضان. والصحابة بدأت تواصل، قال أنا لست كهيئتكم، ربنا يطعمني ويسقيني، ربنا يعطيني قوة الشراب وقوة الطعام. ربنا يقول كده، ربنا أعطاه قوة. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل، لكن في رمضان لا يواصل، لأنه علمنا الصوم في الصلاة وفي الصيام وفي الحاج وفي الزكاة، لكن خارج بعض الأحيان حيواصل. إذن كتب عليكم الصيام كما كتب، أي فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المآسي، فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها. قال المآسي دي إذا كان أنت تصوم وفي الصوم في تقوى الله سبحانه وتعالى امتثال أوامر واجتناب النواهي يكسر شهوة الإنسان، بخفف عن الشهوة يكسرها. إذا كان الشهوة معناتها خففت وانكسرت الإنسان ما بيعصي الله سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم له وجاء قاطع للشهوة. لكن بعض العلماء بيقولوا الصوم إذا كان الواحد استمر عليه بعض الأحيان يقوي الشهوة. يقوي الشهوة ليه؟ لأن الرسوبات والفضلات في الجسم لما تنتهي بعدين تاني الجسم يكون إيه؟ قوي. هسه شوف بداية رمضان 2، 3، 10، 15، لما تجي وسط أنت بتحس كده مرات الشهوة بتكون إيه؟ زيادة من الأول بتا. تشرب شربة كل يوم، ومديدة وكل شيء تجمع ما تقدر تجمع في الأوقات الأخرى. مش الشراب، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صوموا تصحوا، صوموا. إذا أنت في رمضان تصح، معناتها عندك الصحة، وجراس ما في وجبط ما في، ولو كان في الأول ويومين خلاص بعد كده، لأن الفضلات القاعدة تصف وجسمك يكون صافي ودمك يكون إيه؟ صافي. حتى الناس اللي بيكشفوا الدم يقول لك مثلا صوم وتعال، ليه؟ شوف عشان بيلقوا دمك يكون صافي، كل الرسوبات دي كل تجمع فيها. ربنا يقول أياما معدودات، أي صوموا أيام معدودة، قلائل مؤقتات بعدد معلوم، وهي رمضان كما سيأتي، وقلله تسهيلا على المكلفين. ما عمل لهم 2 شهر ولا 40 يوم، بس كم؟ 30 يوم.
أو 29 يوم، شهر واحد، شهر واحد، شهر قمري، شهر القمري إما 30 يوم إما 29 يوم. إذن الصوم له فضائل كثيرة الحمد لله، وهنا الآن في داخل رمضان. فمن كان منكم حين شهوده مريضا أو على سفر مسافرا سفر القص وأجهده الصوم في الحالين فأفطر فعدة فعليه عدة ما أفطر من أيام أخر يصومها بدلا. شوف هنا ربنا يقول إذا كان أنت حضرت ومقيم شهر رمضان، فمن كان منكم أي حين شهود الشهر مريض أو مسافر سفر قصر، أربع برود هيساوي كم يا ناس؟ 88 كيلو أو 83 كيلو سفر قصر. ده بس سفر القصر، مش هنا ماشي مثلا هنا جرماوية، لأن جرماوية زمان تكون 40، الآن عندك حدود جمعنا وين؟ بوم بليلة، من بوم بليلة لجرماوية كلها 20 كيلو. زمان قبل 30 سنة جمعنا هي جاء هنا بوم بليلة كلها برا. إذن دايرين من بوم بليلة لقدام نحاسب 85 أو 83 كيلو، وبعدين نطلع قبل طلوع الصبح، قبل الصلاة خير رام أنا برا من بوم بليلة أو من هنا برا من تكرة، معناته حدودا جمينا وبيوت اللي هي متصلة بين جمينا أنا أقول له خليها إيه وراي الصبح يلقاني برا، ونشيل النية قبل ما نطلع بكون أنا اليوم ما صايم. لكن إذا كان إنت ما بتجاوز حدودا جمينا قبل الصلاة خير النوم يومك ده تصوم، إلا كان أجهدك للسفر وتعبك ماشي كي حسيت بتعب أنا ده ما نقدر نقيل الليل اليوم ده تفطر، ده اضطرار. لكن في بعض الإخوة الآن بخلبطوا لنا سنتنا اللي عرفناها وبيشيلوا حديث وبيقول لنا لا كان الصحابي الفلاني الفلاني وفي الحديث الفلاني الفلاني كان الصبح طلع وأكل ومشى. لا نقول الحديث ده موجود، نحن ما معه، ما مع الحديث، ما أنكرنا الحديث، ولكن مذهبنا ما على ده، مذهبنا في فطر السفر عندنا شروط، يكون أربع برود والواحد يشيل النية قبل الصبح بكونه أنا أفطر، وبعدين يطلع من الحلة قبل الصلاة خير النوم، وإلا قاعد تتلتل كده تتلتل كده أربطوا فلان يلا سيارة ويلا كده الصلاة خير النوم. يا ناس فضل خمسة دقيقة ما مركنا، ترى ما نقدر نمرقوا إلا بعد طلوع الفجر، يلا شيل النية طوالي أنا صوم، شيل النية. لو شلت في الأول قول ناكل ونشرب في السفر، لا قال شيل النية طوالي أمشي، الله سلمك من التعب صوم، مشيت كده تعبت أفطر، ده التعب للتعب ولشدة السفر. عشان كده الناس يا ناس الآن جاؤون بمذاهب أخرى لا نعرفها، كلمة لا نعرفها عوام الناس ما بيعرفوها، عامة المسلم ما بيعرفوا، العجوز والشايب والصبي والصبية والشاب والشابة، أي بلد أنت من صغير مسلم تسمع ولو ما مشيت قريت بقولوا سيدنا دول كان دول بيسافر ده إلا كذا وكذا، كل الناس حافظين السنة حافظينها كده على ظهر القلب. نمشوا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي يقضي هذه الأيام اللي كان فطر فيها في المرض وفطر في السفر. وعلى الذين لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فدية هي طعام مسكين. الإنسان
اللي ما بيطيق الصوم ماله؟ لكبر كبير أو مرض مزمن ما يخليه. إنسان الطبيب قال له أنت مرضك ده كان تصوم يمكن حيصل لك حاجز آخر ونسوي كيف؟ لا ما تصوم. مرضك ده داير أكل داير شراب كل يوم تشيل دواء فجر ظهر عشية وتاكل وإلا يحصل لك كذا ويحصل كذا. ده كله ما يصوم. أها واحد الطيشي الطيشي كدر لساعة تسعة ده كان ما شرب علمه وأكل ده يبقى عبس. ده كله ما يصوم. إذن لا يطيق الصوم. ومن شروط وجوب الصوم القدرة. عندنا من شروط وجوب الصوم الإسلام والقدرة على الصوم وكذلك طهارة المرأة وكذا وكذا، لكن من شروط وجوب الصوم القدرة. وده ما بيطيق. الله قال لا يطيقونه يعمل إيه؟ قال فدية هي طعام مسكين قدر ما يأكله في يومه وهو مت من غالب قوت البلد لكل يوم. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان وقيل لا غير مقدرة. وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن هنا كثير من الناس في الأيام دي هيسألوا بالتليفون، بسألوا في الإذاعة إذاعة القرآن الكريم أو إذاعة الكبيرة، أنا ما قاعد عندي مرض، عندي سكري، عندي كذا. الجواب سهل، ما تقدر تصوم ما تقدر خلاص. هل المرض ده زمان يقوم لك شهر شهرين كده وبعد ده ست شهر ما يجي؟ أي نعم. يقول لك خلاص لو صادق في رمضان آكل أشرب، ده ما عنده فدية ده لأن هذا بيقضي. لكن المرض اللي ما بيخلي الإنسان ده ناس حيصوموا هو كمان يعمل إيه؟ ربع الكور مد ربع الكور خلاص ده كفرته حياته كده. ده اللي يصوم. لكن إذا كان بلقى العافية في المستقبل ما عنده طعام ينتظر يوم لقي العافية حيقضي، يقضي يوم يومين ينجم، يوم يومين ينجم، أو كمان بقدر شهر كامل. ما بيقدر حيقطعه يومين ثلاثة، لو حس بتعب يفطر ثاني يتقوى العد يسوي كم 30 يوم خلاص. لو بدأ بداية الشهر القمري كمان يسوي 29 أو 30 بحسب ليه الشهر. إذن في بداية الإسلام الناس كانوا مخيرين بين تصوم وبين تطعم، لكن لما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصومه خلاص بعد كده أي ذول عنده قدرة حيصوم، اللي ما عنده قدرة كمان بعد التوهد يرجع إلى الطعام. قال ابن عباس إلا العامل والمرض إذا أفطرت خوفا على الولد فإنها باقية بلا نسق في حقهما. الحامل خافت على جنينها، لكن عند المالكية الحامل ده زي الزول المرضى ما تطعم هدي، معناته يوم تكفي ده تقضي ده بس يوم بس. لكن المرضئة اختلفوا فيها العلماء هل تطعم عند القضاء ولا ما تطعم؟ واحدين قالوا تطعم، واحدين قالوا ما تطعم، وأكثر العلماء قالوا تطعم. ما هي زي ليه الحامل دي؟ إذن ده كله كثير من الأخوات بيسألوا أنا مرضئة ورمضان جاء وكان نصوم اللبن الصغير ما عنده ما ينزل، نقول لا أكل أشرب. ربي صغير كده لما يفلفل أو كمان تفطمي بعد كده أخذي، لأن ما تضيع الصغير ولا تضيع الجنين القاعد داخل في البطن. ربنا يقول فمن تطوع خيرا بالزيادة على القدر المذكور في الفدية فهو التطوع خير له. انت ربنا قال لك مد، انت اديت مد والزياده تطوعت اديت النص، نص كوره بدل هو ما ربع الكوره اديت النص، لكن الربع ده الشيء الواجب عليك، الربع الاخر كمان صدقه لوجه الله تطوعت زياده خير.
الله قال فهو خير التطوع له، وأن تصوموا خير لكم من الإفطار والفدية. إذا كان عندكم قدرة على الصوم ربنا يقول تصوموا أفضل من أن تفطروا. مثلا وإنسان كده حتى في السفر ده ولا قالوا مرضان قبل، لا لا السفر بس سبب للإفطار، لكن أنت عندك قوة تستطيع أن تصوم في السفر صوم أفضل لك. مرض صحيح لكن ما يتعبك زيادة ما يديك إلى هلاك، إذن ده كله صوم أفضل لك. وأن تصوموا خير لكم، إن كنتم تعلمون أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام. كان أنت بتعلم بكون الصوم أفضل لك ده افعل في أيام السفر وفي أيام المرض اللي أنت عندك فيه قدرة وما يدخلك في إشكالية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. شوف القرآن ده أنزل في رمضان. رمضان عنده مزيتين، نزول القرآن وجود ليلة القدر. شوف اثنين، رمضان ده في أشياء اثنين عظيمة. القرآن كله أنزل في رمضان وليلة القدر كله في رمضان، إذن ده نعمة كبيرة للمسلمين. ليلة القدر خير من ألف شهر، 83 سنة وأربع شهور عبادة عن ليلة واحدة بس، تلقى فيها كم يا ناس؟ 83 يوم وأربعة شهر. أنت صمت في حياتك كده من بلغت وصلت 70 سنة، 70 سنة البلوغ في هذه الأيام أغلب من 15 16، قول 15، وعدت كده عشت في الدنيا 70، الزايد كم يا ناس؟ 55 سنة، 55 سنة أنت قاعد تصوم، وكل رمضان تصادف كمان ليلة القدر دي وأنت بتعبد. مش ليلة القدر أنت ما تعبد، لا، ليلة القدر دي من الغروب إلى الصبح حتى مطلع عليه الفجر. كان صليت العشاء، صليت المغرب، صليت تراويح، قيام الليل، ذكرت الله، قرأت قرآن، أي عمل خير أنت دخلت في ليلة ليه القدر. 10 سنة ب 830 سنة، أضربها في كم؟ في 5، أنت كأن عشت 4000 وكم سنة. ها بدك عبادة بتاع 4000 وكم إيه؟ عشان كده كنتم خير أمة أخرجت للناس. شوف أفضلية المسلم ده، لو صام 10 سنة وكل سنة يصادف ليلة القدر وهو بيعبد ربنا عنده كم يعني؟ 830 سنة وكم؟ دعنا الليلة واحدة، وبعدين زيد له إيه؟ سنوات اللي هو عاش فيها. عشان كده والله في رمضان الواحد ما ينام، ما ينام، ما ينام، بمعنى ما عشان كل، لا لا لا، كان فيه كسل في عياء حينام يستريح. ساعة وساعة، الرسول قال ساعة فساعة، ساعة للعبادة، ساعة للأولاد، ساعة للمرأة، ساعة للضيف، ساعة للجسم، فإن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق. بس مش أنت خلاص صليت ليه المغرب، يلا خلاص شوية كده استغفار، قوم الله أكبر، نقرأ قرآن، ماكي انجم شوية، بعد الإشي عملت ساعة كده ساعتين نوم. أيوة، ساعة فساعة، ساعة فساعة. يا حنظلة، الرسول قال يا حنظلة ساعة مش كلها كمان تديها 5 6 يوم ويشيلوك في الأمبيلانس هيودوك ليه كمان تضيق رمضان كله. فلما قالوا والله قاعد بقري كده، قاعد بيصلي كده، قاعد بركة كده، وقع وين هسه؟ والله في المستشفى. سألنا كيف شغل ده؟ والله يومين ده أنا قريت كثير وصلاتي بقى كثيرة، ما قال الرسول قال لك ساعة فساعة. ولا تلبقوا بأيديكم، يو شوية شوية، أنت في دور الجنة دي خلاص اليوم بس تخش
لا لا أدي نفسك كذا الراحة شوية. أما منا كل دايرة حقها تونس معاها أولادك كلها كمان، ضيفك كان جا كلها 5-10 دقيقة مش أي وقت. الله أكبر استغفار يا أخي الشيخ، الكلام ده ما بيجي. شوية شوية قسمها كده، كل واحد أدي حقه. الرسول قال فآتي كل ذي حق، أيوة، وإلا أما منا كل تشكيك كمان. أما هو كان بيقلها كثير، ما تقول لي إيه هذا شو شغلك أنت كل يوم بيسيبها ولا كتاب والصلاة وإيه، وين حقنا نحن؟ والأولاد كله يقول لك أبا أنت كيف يو كل يوم بس إلا عبادة، وين دليل وناسة؟ كان جينا كله إلا أبقى كيف أي الشيخ ما كده. ها ها لا أنت شو عامل برنامج حقك؟ كان قبل الذكر بعد الذكر، ما أي زول بعرف برنامجه، وما كل يوم كمان يا رب. أنت عامل كده برنامج حقك. هسه في ناس من كثرة العبادة الدكتور يقول له يا شيخ ما كده عيونك ده هيتلف، والله يعني كان نموت كله يبقى بس نمشي. لا 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 ولا تلقوا بأيديكم، الآية تقول لك هاي ما كده. ارحم نفسك. إذن فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، حالة كونه هدى هاديا من الضلال، السبب للهداية. رمضان بنفسه هادي إيه؟ سبب للهداية. شوف الناس اللي كان ما بصلوا مع الناس حيصلوا، ها؟ اللي ما عنده قرآن واحد ويمكن قرآن ذات بعد رمضان ده خلاص من لنا نلمه في رمضان، مصلاي كله دهاب يقول نفتش مصلاي، سيبيه كله ما عنده هداب يمشي يشيل السيبح يجي. هشوف ده رمضان بنفسه بيجي السبب لي، هو السبب لهداية كثير من الناس. ما بيصلي مع الجماعة كله بيصلي مع الجماعة، حتى الناس هي فلان ده اليوم جاء الجامعة ترى اليوم جاء المسجد ما شاء الله سنة كلها ما شفنا فينا. إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات آيات واضحات من الهدى بما يهدي إلى الحق من الأحكام، والفرقان كذلك، ومن الفرقان مما يفرق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم. يشون هناك في الآية اللي كانت تقدمت ده الناس كان مخيرين بين الصوم وبين الفدية، لكن لما نزلت هذه الآية كل صاحب قدرة حيصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقدم مثله وكرر لئلا يتوهم نسقه بتعميم من شهد. ما يتوهم الإنسان عشان بكل شغل ده منسوق، لا 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 ما منسوق. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذا أباح لكم الفطر في المرض. ربنا كده يريد لكم اليسر لا يريد بكم العسر. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلذلك خفف عند المرض وعند السفر والمرأة الحاملة والمرأة المرضعة والمريض المزمن، ده كله كده ربنا قال لهم دين ما تصوموا الآن أو يسقط نهائي إذا كان حياة لا يستطيع أن يصوم. وإلا لو الله قال لنا كم مرضان كل تصوم، كم مسافر كل تصوم، كم مرأة حاملة كل تصوم، وبعدين كم مرضعة كل تصوم، يبقى مشقة ولا مشقة؟ يبقى مشقة. عشان كده الله داير لنا اليسار، كل شيء السهولة ربنا داير كده في هذا الدين. الله ما جعل لنا حرج ضيق. شوف الصلاة ذات ما تقدر فوق أقعد تحت، ما تقدر تحت أرقد بيمينك أرقد بشمالك أرقد على ظهرك، تعال عقلك موجود تصلي،
في واحد وجرات والله انا ما صليت انت، قال انا ما صليت ماله، والله وجرات من الصباح ورده ما خلاني، وش اخلك كويس تصلي؟ انا ما استطيع ان اصلي قائم، اجلس وصلي، والله الجلوس كله صعب من الصباح، انا راقص شوفني، خلاص صلي على حالك ده يا زول، صلي على حال كده. العقل طالما موجود الصلاة ما تسقط، عقل ما في صلاة ما في، عقل في أي حالة أنت تستطيع أن تصليها صلي. هسه شوف الناس المرضى في المستشفيات ده، كثير من الناس كان ما يصلي، سواء سووا لك عملية، سواء ركبوا لك جركوز، ما عقلك موجود. أي وقت بقى يا ناس، الوقت بقى ها يلا وضؤوني، سو يلا تعال وضيني فلان، كان زوجتك توضيك، كان ولدك يوضيك، لا دكتور قال الجسم ده مويه ما يدايره، 3 يوم 4 يوم شيل التراب ولو في البرتال في الصفرة خدته ما يقدر يمم، يلا شيله كده امسحه على وجهه ويديني هنا وقول له صلي، إيمة إيمة إشارة في القلب بس تستطيع، الله أكبر، تقرأ الفاتحة الله أكبر ربنا ولك الحمد، ومشي صليت. لو ما صليت وعزرائيل جاء في المكان ده شالك هيسألوك من الصلاة، ما له ما صليت، تقول عشان أنا مرضان غير القبلة، مرات السرير هيكون كده كده أو كده ما تقدر نزل، فأينما تولوا فسمى وجه الله، ما نقدر نقول نحولوه وكده هيحصل لنا مشكلة، لأن أخذت له عبرة هنا وكده، يصلي في حاله بس. ها؟ 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 ما أيوه حسب الحالة اللي أنت تقدرها وتصلي، حسب الحالة اللي تصلي. ها هم بيقولوا كده كم ما تقدر فوق تقع تمسك لك حاجة، ده كله ما في تجلس، كان جلس كله تقع تتكي كده، كان في شيز زي الكرسي ده أو في حيطة زي ده تنتكي أو واحد يكربك من ورا خلاص صلي، لا ده كل ما يبقى أرقد يمين أرقد الشمال أرقد على ظهر، تقدر ولا ما تقدر؟ ما خلوك صلي بس 3 4 يوم أنت صليت ولا؟ والله 3 يوم أنا ما صليت، من شغل ده أصابني ما صليت، والآن كيف؟ يلا أقضي الصلاة ده هسه هسه، يلا قوم وضي، ما نقدر وضؤوه، الماء ما نقدر نصبه في جسمي يممه صلي. اها شوف العلماء يقولوا لو واحد حس باسباب الموت، ما في زول واحد كده يعرف كده يكون من هنا لساعدك، انا ما نقول ندو اشاره من هناك، ومرات كده واحد يشوف الرؤيه كده يقول هاي فلان بعد شويه انت معنا، ناس الموتى ده يجوا يقول فلان امك تجي ميته، اخوك يجي واحد يقول هاي فلان انت اليوم ده ظهر ده معنا، ما في الدنيا ما في ناس ولين يعرفوا الحاجه، يقول هاي امشوا جوبوا ده امشوا نادوا فلان امشوا شنو حاصل، لا تعالوا بس انت، شوف ناس يدوهم اشاره قبل يسافروا، واحدين كانوا يشيلوهم كده بس. ها اذا كان انت عرفت الموت قال كان اخرت الصلاه ربنا يسالك، كان عرفت وقتك تموت فوقه، زي دكتور جا قال لهم فلان ده بعد 30 دقيقة أو ساعة ما يموت، حسب إن شاء الله كان الله أدى روح وإلا حيموت، يقول فلان قم صلي قم صلي شنو حصل؟ لا صلي خلاص، أو كمان توريه كان زول ثابت يقول له حسب الدكتور الله أعلم كلام ده حس شوي ربما يصير لك إغماء وكذا، جيبه بكلام آخر كذا خلينا وضوك صلي عندك وضو هاي عندي هاي صلي صلي. كم ما بتعرف وقت الموت توا لو الظهر ساعة 1 لحد ساعة 2 2:30 كل ما الوقت قاعد ده في ده قالوا كان زول مات ما يسأل لأن ما يعرف. ها صلي بس ما توري له عشان يمكن يحصل شيء اخر، قول المهم قول له صلي بس قم صلي، ما صليت قم صلي
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا أو ولتكملوا بالتخفيف والتشديد العدة عدة صوم رمضان 29 أو 30 ولتكبروا الله عند إكمالها. رمضان كمل هيكون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما ده يوم ليه العيد. الله قال تكبروا الله عند إكمالها. ألا ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه. شوف ربنا سبحانه وتعالى ده شوف عشان تشكر ربنا تعظم الله وتجلل وتحل كذا الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر كذا تمشي. كان ماشي محل ليه الصلاة. ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه ولعلكم تشكرون الله على ذلك. أنت ربنا كذا حضرك رمضان هو بعدين صمت 30 يوم أو 29 يوم الحمد لله ليلة القدر ذكرت الله ما نات صمت نهار قمت الليل صليت ثلاث تراويح ذكرت الله صدقت للمساكين ما تشكر هذا. أشكر الله سبحانه وتعالى بالتكبير والتحميد والتحليل. أها ولتكبروا الله عند إكمالها على ما هداكم أرشدكم لمعالم دينه ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع المآب صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بهذا القدر أيها السادة نصل إلى نهاية درس تفسير القرآن الكريم لهذا اليوم من مسجد شهداء أحد مع فضيلة الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان، ونلتقيكم في حلقة أخرى من مسجد آخر من برنامج دروس رمضانية. حتى ذلك الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب مرحب يا هلال.